السلام عليكم إخواني، سنتحدث في هذا المقطع عن ماذا يمكن أن تأكل القطط من طعام البيت. فإذا كنتم تحبون مثل هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. لنبدأ. يمكن تقديم مختلف أصناف الأطعمة البيتية للقطط، وبما في ذلك ما يأتي: الأطعمة النيئة. إذ تعرف الأطعمة النيئة بأنها الأطعمة غير المطبوخة، ولا بد من أن يكون الطعام النيئ المقدم للقطط طازجا، ويعد مناسبا للقطط لاحتوائه على نسب عالية من البروتين والمغذيات. ولكن يمكن أن يكون تناول الأطعمة النيئة أيضا سببا في زيادة احتمالية إصابة القطط بالسالمونيلا التي يمكن أن تهدد حياتها، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن مسببات الأمراض البشرية عادة لا تتأثر بها القطط، وذلك لامتلاكها قنوات هضمية قصيرة وذات درجة حموضة عالية. الأطعمة المسلوقة بشكل بسيط. تعد الأطعمة المسلوقة بشكل بسيط خيارا جيدا للقطط، وذلك بسبب احتوائها على العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة، إلا أن السلق عموما يفقد الطعام نكهته، كما يفقد بعض مكوناته الغذائية الجيدة. ومع ذلك يبقى الغذاء المسلوق غنيا بالبروتين. الأطعمة المطبوخة بالبخار بشكل بسيط. تعد الأطعمة المطبوخة بالبخار بشكل بسيط من الأطعمة الغنية بالبروتين، كما أنها أفضل من الطعام المسلوق من ناحية النكهة، إضافة إلى اعتباره من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، إلا أن بعض أنواع القطط قد لا تميل إلى هذا النوع من الأطعمة أحيانا. اللحوم. يجب التركيز على اللحوم في النظام الغذائي للقطط، ومن ذلك اللحم البقري أو الدجاج، وذلك بسبب احتواء هذه الأطعمة على كميات عالية من البروتين، مما يساعد على تحسين صحة القلب وتقوية الجهاز التناسلي. كما ينبغي الانتباه إلى تجنب تقديم اللحوم الفاسدة أو الأسماك النيئة، وذلك للحفاظ على سلامتهم. البيض. يمكن تقديم البيض المطبوخ للقطط، كما يجب الحرص على طهيه قبل تقديمه، وذلك لتجنب زيادة احتمالية إصابة القطط بالأمراض كالسالمونيلا، إذ يعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين، إلا أن طهيه يجعل تناوله أكثر أمانا بالنسبة للقطط، إذ يمكن سلقه أو تقديمه مخفوقا أو مقليا، مع الانتباه إلى ضرورة عدم إضافة الزبدة أو التوابل له. ما هي الأطعمة التي ينبغي تجنب تقديمها للقطط؟ توجد بعض الأطعمة التي لا تستطيع القطط تناولها، لذا عادة ما ينصح بتجنب تقديمها لها، إذ إن بعض هذه الأطعمة تكون ذات تأثيرات سامة وخطيرة على صحة القطط، كما أن بعض هذه الأطعمة يمكن أن يكون ضررها أكبر من نفعها أيضا. ومن الأطعمة السامة ما يأتي: البصل والثوم، الإكسيليتوس والأطعمة التي تحتوي عليه، وهو نوع من أنواع السكر الصناعي، الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين مثل الشوكولاتة، القهوة وغيرها، بعض أنواع الفواكه بما في ذلك العنب والكشمش والزبيب. كما توجد بعض الأطعمة التي عادة ما يعتقد بأنها مفيدة ومناسبة للقطط، إلا أنها ليست كذلك، ومن هذه الأطعمة ما يأتي: الحليب ومشتقات الألبان.
الأسماك النيئة بما في ذلك الطونة، الكبدة بأنواعها، المكسرات بأنواعها، العظام.